لان مشرق انا شفت تيفون مرحبا بكم في هذا البث المباشر بطرق مدينه الدار البيضاء من امام محكمه الاستئناف. يعني القضيه بالذات الراي العام قضيه الراقي اللي دار الحجامه عنده مركز كيدير فيه الحجامه فدخل عنده واحد الشاب باش يدير الحجامه فتوفى. فالان تمديد الحراسة النظرية للراقي لسبب وفاة شخص ضاري الحجامة في انتظار توصل بتقرير الطب الشرعي. طبيعة الحال خاص الطب الشرعي باش يعرفوا شكون شنو السبب وراء وفاة هذا الشاب هذا، يعني مشى مرض او لا شي حاجة. طبيعة الحال تم تمديد الحراسة النظرية لهذا الراقي هذا. ولا جينا ندويو على الرقات والمراكز ديالهم فولينا كنشوفوا مجموعة اي حي شعبي مشي شي ليه كتلقى فيه راقي. واش هاد الرقات هادو يعني واش معتمدين ولا هاد الرقات هادو واش قارين كتاب الله او لا؟ غير اجي وحل مركز للرقية. الغريب في الامر انا ما كنعممش وانما الاغلبية ديال هادو كلهم نصابة. يعني مثلا هذا هو كيدير الحجامة ففقط عنده دورة تكوينية فقط دورة تكوينية فقط، يعني ما قاريش ما دارسش. وش هاد الدورة التكوينية غتخليك انك تفتح مركز للحجامة؟ صراحة علامة استفهام مطروحة. الأغلبية اجي ما خدمتش اجي نمشي نحل مركز للحجامة. غريب هادشي. صراحة علامة استفهام مطروحة والله القسم. ولينا كنشوفو غير اللي ما خدامش كيحل مركز للحجامة ولا مركز للرقية. واش ما كايناش مراقبة؟ واش صراحة علامة استفهام مطروحة كيف ما كتشوفو معانا؟ هاد الشاب هذا صراحة اللي مشى باش يدير الرقية ما عليه ما بيه ما مرض ما والو، متواضع حتى مع الأسرة ديالو فهو توفى. يعني صراحة الأسرة ديالو في واحد الحالة ديال الصدمة، واحد الحالة اللي لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. واش غير أجي وحل المركز؟ كنشوفهم يعني راه الآلاف ديال الرقات، الآلاف ديال هادو اللي كيديروا الحجامة، ولكن واش عندهم واحد الدراسة أولا غير دورة تكوينية؟ واش دورة تكوينية كتخليك أنك تفتح مركز؟ صراحة خاص مراقبة لهاد المراكز هادو. ولينا كنشوفوا
يعني ما كنعممش، وانما واحد الفئه اللي عاطينها غير النصب والاحتيال، واحد الفئه النصب والاحتيال بهاد الرقيه او بهاد الحجامه هذه. او هاد السيده اللي توفى كنقدروا نشوفوا ضحايا اخرين بسبب هاد المراكز اللي صراحه ما واعينش ما قارينش. كاين اللي مدوز الحبس خرج ودوز دوره تكوينيه وحل مركز الحجامه، فصراحه خاص تدخل من طرف الجهات المسؤوله والجهات المعنيه. يعني وغادي نعاود نذكركم مشاهدينا الكرام، هذا الراقي او هذا الشيد اللي كيدير الحجامه يعني راه الان تحت الحراسه النظريه وتم تمديد ديال انه كان غادي يمتثل امام وكيل الملك اليوم، ولكن تم تمديد بسبب تقرير الطب الشرعي. مشاهدينا الكرام، الله يرحم هذا الشاب، الله يصبر الاسره ديالو. غادي نودعكم على نتلاقاكم في بث مباشر اخر ان شاء الله. الى اللقاء.